الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الله سبحانه أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه وقال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فقال سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أزوج وأنكح على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان زوجت وأنكحت فائزة صديق لولة ومهرها أربع بقرات إنكم مرخاتك إيه وحان مهرنا يا بإذن أبيها فإذا صديق هلولي وحنكم مهرنا يا محمد قدر علي عبد الله مهر كينا وحاوي أفر قالمود أو لؤي أقدومي سهل محمد قدر علي عبد الله وحنكم مهرنا فإذا صديق هلولي مهر كان أفضل قال مرة قدرنا فطرنا بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما خير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا للمتقين إماما صلى الله على سيدنا محمد بارك الله لكم ساعتكم تحضرن ميديا جلا جنا واحد لنا هاي همبلي همبلي وحمانتو همبلينا لوا لمان او جعل سو غوغوي او كدعي غوبلكا او قوي بري غار هنا عاصمه كينيا اما غاريسا كاونتي مغعاده علي بساس محمد ان يدو همبلينا سا فيس صديق يا محمد قدر واخي وارس غلين او كوارس غلين غاريسا كاونتي وقوي بري وما سنتو كوسو دو ادي اد بان لنا فيزي وحن خلينا ويليام بانو غبري بسكوت ادي اد ما سنتاي مغعاده كوسو دو walaal aan magacay waxa yiraahdaa Saciid Doone ee Saciid oo hambalyeynaa samanta maxaan waa aad u faraxsanahay maanta aroos kale yimaaday waxaan u hambalyeynaa Faiza iyo Maxamed Qadar aroos waxaan maanta halkan ka dhacay waxaan la jecelahay inay insha Allah wiil yaana inay helaan waxaan jecelahay dhalinyarta inay u noqoto waxa la jiray fursad ay ka faa'iideystaan aroosyaha ee mar walba isku yimaadaan marta ay ka dhacay dhalinyarta aan guursanin waxaan jecelahay inay eegana ay ka faa'iideystaan ay guursadaan مبروك ألف مبروك فيزي وحلينا محمد خالد الله ما ديسكوار أول خير قال لك هلا ويلي عن جودي بوسكو ما
ولي برنامجنا قد وجدنا همبلية دي في صديق يو مؤسسي إذا قال يا محمد خضر ما قاعدة عبد الرحمن صديق ما إن شاء الله وقول أول الكيد عبد الرحمن قصده هو أول الكيد كوينا يا ولي أي يضهم اللي سمعت عن الشعور فهذا حد ريم سفر حد دلوقتي وانت فرحت زايد قول هذه وينها هذا هم مليانة ساعه هذا هو باقي ساعه هنا إنه رشت هي كوارتة نقطة فرحت يا رنس وانت خير قوة أي كل يوم حنا فيزي محمد خضر قصة أما صنطاي ان ما قاعد اقصده مقعي وا موسى يوسف محمد ان موسى بنت يضع بلينسا وحان وحان بلينا فيس صديق يا محمد خضر وحان لي هي غوركودا غور خير له او خير له يو ويل عانه قبري عانه اديت با ما سنت كوسدو دانا ميدي با شلا شانل ان ولي برنامج كده غدا وجينا اصحاب تميل كسو جوتان ما انت وحان لي فرحه لما سوكوي كر وا فيس صديق يو سيده قالق اه محمد خضر وحان لنا ويل عانه قبري بسكوت اصحاب حي ولي جوتان ميشن هان بلي او درسي تانيدو كوسدو مقعدا ابو بكر محمد عمر aan magayow abubakar maxamed umar yalla hambalayna waxaan u hambalayna walaashay fiisa sadiiq ilooli seedigen ahmed qadar oo arooskooda maanta ka dhacay ismaamulka garissa gaar ahaan magaalada garis aadiyad oo maasanta ku soo dhowbaa channel leedan media magacaada magacaygu waxa la yiraahdaa ahmed nur abdullahi waxaan u hambalayna boqorka iyo boqorada maanta walaashay fiisa sadiiq ilooli iyo seedigi maxamed qadar ali abdullahi waxaan leeyahay guur khair qabo ويل يجبر دولار يعانا إن شاء الله كوركيني لها بركيو حبيب علينا هاي ما قاعد أقول سدو السلام عليكم ما قاعد أقول قطر عمر عبد الله هم بلي وحن هلك نقد درايا ولا شيء فيز صديق لولا يا ولا الكي محمد قدر وحن لي هاي كور كي لقول نصته لقول نجاد الله كده ويل عانا جوري عبلان أيام لي هاي أيوة محمد وهو ما عليه رديكي وحوان بلينا ولا شيء فيس صديق يو سيدي محمد قدر وحاليا همبليو همبليو ورسوه كده عمانة مجلة جاريسة وحاليا هي جوركي لجور نصو لجور راجو عور غير قبوا ولاد أنا سن لجهل الله كديو بارك الله بلي برنامج كنا جودة وجدنا همبليو دلو دري لابد الله ما نو تعال كل سوق بقبي فيس صديق يو سيد قالي محمد قدر حاليا هاي بقر كي بقر ده فرس كي فرانتك أنا بكي أنا مال ملاد دي مال بكبا كسر يوم قاعدة magaciigu waxaa la yiraahdaa xildhibaan shamsi cabdulqaadir xaaji daahir oo ku magacdheer shaamuna vijana waxaan halkan hambalye aroos uga dirayaa gabadhan eedada uu ahay fayse sadiiq ilowle iyo wiilkaasagana sadexdiisa ahay maxamed khadar waxaan leeyahay labada isku waara wiil iyo caana gabar iyo dollar aroos khirqab allah uga dhigo waxaan kala u sii mahadcelinayaa inta ehelo ka qayb qaadatay arooska xafladda quruxda badan maanta dadkii soo qaban qaabiyay ummadii noo soo safartay halka noogu timi dhammaan gidi waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin arooskana mid khair qaba lagu waara bashbashi barwaaqo allah nooga dhigo aamiintana waa xaqiina aad baad u mahadsantihiin weli fari kama qodno barnaamijkiina gudaha u jirna arooska artaan xilibaaniin asxaab kale hambalyada maanta ma kala aho magacaygu waa aamina siyaad maanta maxaa meeshan iskugu imaanay inaan ka qayb qaadano maalinta aad iyo aad u qiimo badan oo walaashay Faiza Sadiiq oo meherkeeda ka dhacay magaalada Garissa waxaan leenahay hambalyo 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 ubad qeyr qabo kala hela maxaa la dhahaa guurkii lagu liibaano oo lagu nasta Allah kaaga dhigo barakallahu fikum aamiin aamiin magacaada magacaygu waa Nuune Sheekh Cabdullaahi waxaan u hambalyeynaa walaashay Faiza marna saaxiibadeed adiyada ma sanad ku soo dhaw magacayga bilan cadeey waaye waxaan ka soo qayb galay maanta arooskii walaashay Faiza Sadiiq waxaan leenahay hambalyo walaashay macaan kii lagu nasto lagu nagaado Ilaah kaaga dhigo anaga oo dhan waan u hambalyeynayna walaashay hambalyo adiyada ma sanad tahay